نعود إلى الوالد رحمه الله، حفظ القرآن رحمه الله. فلما حفظ القرآن، بل قبل أن يتم حفظه كلفه الشيخ أن يدرس الأولاد، قال الآن اجلس للأولاد بعد العصر. أولاد أيضا طريقة ليس حفظا وإنما تعليم. فقرأ عليه العشرات بل المئات، والآن الناس الذين في الستين والخمس وخمسين من أهل تلك البلاد إذا لقيتهم قالوا أبوك شيخي، أبوك درسني القرآن، أنا تعلمت القرآن على يد والدك. كم أيضا من الأجور لمثل هؤلاء. فيقول جلس أربع سنوات يعلم القرآن. فمهنة تعليم القرآن مهنة من المهن الشريفة والعظيمة التي كان أسها وأصلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم ويقرأ عليهم ويقرئهم، إضافة إلى من تخصص من الصحابة كما تعلمون في الإقراء، في إقراء القرآن. فهي أيضا سنة سار عليها المشايخ وطلاب العلم إلى يومنا هذا والله الحمد. فاشتغل كما قلت لكم بتعليم القرآن ودرس على يده أعداد كبيرة من أهل تلك البلاد. هذه من أيضا المواضيع أو الموضوعات التي يحسن أحببت أن أشير إليها.